بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن عناصر الرسم الأساسية اللي هي الخط والدائرة. النهاردة هنتكلم على أهم أوامر في الموديفاي التعديل. هناخد النهاردة أمر اسمه الترم، إن هو إن أنا أشيل جزء من الخط أو القوس وأسيب الباقي، وأمر اسمه الأوفست، إن أنا أعمل موازيات. عشان أستخدم أي أمر تعديل أو أعدل عموما في أي شكل مرسوم لازم أختاره. فدول التلات نقط اللي عندنا، إزاي نختار الأشكال، نعمل ترم، نعمل أوفست. لو ضمينا التلات أوامر بتوع درس النهاردة بامر اللاين والسيركل والاسناب والبولر والحاجات اللي تحت دي، يبقى احنا كده جاهزين للرسم. اي نعم هيكون الطريق صعب علينا شويه لان احنا ما خدناش بقيه الاوامر، لكن هيكون في تحدي. هل انت بالاوامر الصغيره اللي خدتها الدرس اللي فات واللي هتاخدها النهارده هتقدر تنجز الشغل ولا لا؟ فنبتدي درس النهارده. ازاي نختار؟ علشان اختار خط او قوس بعمل عليه كليك. فالخط مثلا بيديني نقطه في الطرف ونقطه في الطرف ونقطه في النص. الثلاث نقط اللي في الخط دول لما امسكه من النقطه اللي في النص تحمر، وممكن وانا بتحرك يتحرك الخط معايا كده. مثلا انا بحرك الخط للشمال مسافه 1869 او احركه لليمين. طب انا عايز احركه يعني بمسافه معينه، مثلا 1500 تبقى 1500 واقول له انت. عايز ارجع في كلامي تاني اقول له اندو من الزرار من فوق، او كنترول زد زي ما اتعلمنا، او يو وانتر. لما باجي اختار خط بيظهر لي برضه نقطتين في الطرف. ركزوا بقى على الموضوع، النقطتين اللي في الطرف دول. لما اختار نقطه ماشي بيكتب لي جنب منها صفر، يعني نقطه واقفه في مكانها. طب انا الخط ده دلوقتي طوله 1259 وشويه فكه، انا عايز ازوده شويه، اعمل ايه؟ عايز ازوده مثلا ب 500، اكتب 500. فطول 500 ممكن اعلم عليه واقول له سالب 500، فقصر بنفس المقدار. يبقى طرفين الخط بستخدمهم عشان اطوله او اقصره. لما اجي اقرب عند نقطه في الطرف انا ما ضغطتش على فكره، انا وقفت بس، ودي جديده في 2012. بيقول لي عايز تعمل ستريتش ولا تعمل لينسن، تغير في الطول ولا تعمل ولا تغير في المط بتاع الخط. لو قلت له لينسن بيخليني اتحرك او اكتب مع المحافظه على استقامه الخط. يعني دلوقتي مثلا فرق 486 اقول له عايز فرق 650. انما لو انا وقفت عليه وقلت له ستريتش فبيسيبني اروح بيه في اي حته، ما بيلتزمش بالمسار الاولاني. اقول اسكيب. طيب كنترول زد عشان نرجع تاني. هنقف هنا ونمسك الخط فبيقول لي صفر، انت كده زودت صفر. انا ما يهمنيش ازود كام، يهمني ال 1259 وكسور اللي هم الطول الحالي يبقوا 1600. فالفرق انا مش لسه هيبقى لحاسبه واحسبه، فانا عايز اقول له الاجمالي. يعني انا مش عايز اقول لك الفرق قد كده، لا انا اقول لك الاجمالي، انا عايزك توصل للطول الفلاني، شوف انت بقى الفرق قد ايه سواء بالموجب او بالسالب. فتعودنا قبل كده ان انا لما اتك تيب، تيب اللي هو على شمال الكيبورد، بنقل المربع الثاني اقول له تيب واكتب 1600. كده هيزود، هيزود كام انا مش فاكر بصراحه، هو بقى يحسبها ويشوف هيزود كام، اقول له انتر. يبقى هو شاف المقدار اللي هو محتاجه زوده علشان اوصل لنفس برده ايه الطول النهائي اللي انا عايزه. ممكن برده اقف هنا يقول لي صفر، انت كده زودت صفر، شوف هتزود بالموجب ولا بالسالب. هقول له تيب، هديله الاجمالي. طب لو قلت له تيب كمان بيقول لي الزاويه، يبقى انا كده محتفظ بالطول بس بغير في الزاويه. الزاويه بدل ما هي 106 هقول له مثلا 135 واقول له انتر. يبقى انا احتفظت بنفس الطول وغيرت الزاويه. طيب ممكن اقول له كنترول زد واخد الخط اختاره وامسك النقطه دي واقول له انا مش هديك الفرق تيب، طب مش هديك الطول الاجمالي تيب، مش هديك الزاويه تيب. طب دي بقى زاويه نسبيه، يعني لو قلت له مثلا 15 هيجي لي اليمين 15 للشمال 15 درجه اسف. طب لو وقفت عليه قلت له تيب تيب تيب، خدوا بالكم الصفر هنا جنب منه علامه زاويه بالاحمر اللي هي دي اللي هي دي. خلاص هقول له مثلا سالب 15 سالب 15. طيب نقف هنا برضو ونقول له ونضغط تيب 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 واقول له الزاويه ب 30، وبعدين نقف عليه ونقول له تيب 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 ونقول له سالب 30. خلاص يبقى السالب يجيبني يمين والموجب بيجيبني شمال. هي اول مره بس السالب ما كانتش شغاله كويس. يبقى انا كده ممكن اعدل اي حاجه في الخط زي ما انا عايز. ممكن اقف على الخط امسك النقطه دي، مفيش سحب في البرنامج،
لثالث مره مفيش سحب في البرنامج، يعني انا اقف على نقطه تحمر يبقى هي بتتحرك معايا، اتحرك مطرح ما انا عايز من غير ما اضغط الزرار الشمال لما اقف في المكان اللي انا عايزه، اقوم ضغط بعدين اقول له سكيب عشان اسيب الاختيارات اللي معايا. ممكن امسك الخط ده وامسك الخط ده، مش محتاج كنترول زي برامج الويندوز، يعني مجرد ما بضغط على الخط بيجي معايا اهو، واخد ده واخد ده. طب التحتاني ده انا مش عايزه. بص بقى، لو انا اخترت كميه من الخطوط والاقواس وعايز استثني حد منهم بعد ما اخترته، اضغط شيفت، انا حاليا ضاغط شيفت، وبعدين اقوم ضاغط الخط، يبقى انا طلعته من الموضوع، واما اخلص خالص اسيب اليمين على الشيفت. يبقى احنا خدنا ازاي نختار خط، وازاي نزود اختياراتنا، وازاي نقلل اختياراتنا. وطبعا عشان اسيب الاختيارات ما ينفعش اضغط في حته فاضيه، لا لازم اقول له اسكيب، لان الاختيار ده في حد ذاته امر. جميل قوي. طيب انا عايز اعمل زوم على المنطقه دي، عشان اعمل زوم على المنطقه دي هقول له زد انتر اي انتر عشان يعمل زوم على الرسمه، بس في حاجات ورا انا مجهزها، يعني لو قلت له زد انتر اي انتر عمل زوم على كله. طب انا عايز ارجع للزوم اللي فات، هقول له زد انتر، خدوا بالكم هنا في اختيارات، نشرح امر الزوم بالمره، في اختيارات ممكن اقول له بريفيوس حرف البي تقيله، يعني انت اعمل زوم زي اخر زوم قبل ده، يبقى عملت زد انتر بي انتر. ماشي، ممكن اعمل زد انتر، في هنا حاجه اسمها ريال تايم، يعني حضرتك لو ضغطت هنا واتحركت انا ما بسحبش، وبعدين اقوم ضاغط هنا فعمل زوم في المنطقه اللي انا اخترتها. جميل قوي. طب لو انا خدت الخط ده وطلعته لفوق، البعد طلع معاه ورقم اتغير، خدوا بالكم كده عامل تراجع كده 1210، او ماسك الخط ده وطالع بيه لفوق شويه، او انزل بيه لتحت اصبح 645، اقوم ضغط نزل معاه، يبقى البعد مرتبط بيه. مع ذلك سكيب، ممكن امسك البعد واحرك اي نقطه من النقطتين اللي في البعد من فوق دول، اقوم ضاغط وسحب اي نقطه من دول معايا، بس اسحب النقطه دي معايا، يبقى هي كده ايه، انا فصلتها عن الخط. اي تعديل في الخط بعد كده خلاص ما اصبحش مرتبط بيه، لحد ما ايه يقابلوا بعض تاني ويبتدوا يمشوا مع بعض من جديد وسكيب. طيب نيجي لموضوع تاني، انا عايز اختار كميه كبيره، فممكن اعمل مستطيل واختار المنطقه اللي في المستطيل، فالمستطيل ده زي ما قلنا ما فيهوش سحب، ممكن اضغط كده او اضغط كده. ملاحظين من اليمين في اتجاه الشمال بيجي لي منطقه خضراء وحدودها منقطه، انما من الشمال في اتجاه اليمين منطقه زرقاء. بالبلدي كده بتاع مصر، لما بتضغط ضغطه وتتحرك من اتجاه اليمين للشمال وتضغط ضغطه كمان فانت طريقك اخضر، اي حد بتلمسه بيجي معاك، اي حد جوه المنطقه دي او حته من جوه المنطقه دي تيجي معاك، انما لو سحبت من الشمال كده يبقى انت شغال في الازرق بقى، الدنيا حظك مش حلو والدنيا معاكسه معاك خالص، لازم الحاجه تبقى بتكمل جوه المنطقه الزرقاء. تعالوا نشوف، خدوا بالكم في هنا مستطيلات كل ضلع لوحده، ادي ضلع بقف عليه بينور، يعني المستطيل ده كده اربع اضلاع، وفي المستطيل ده لما اقف عليه ينور كل مره واحده، ده مرسوم باداه المستطيل والباقيين مرسومين باداه الخط. فلو انا ضغطت هنا وسحبت باليمين كده، في شكلين بالكامل جوه اللي هما المستطيل ده والمستطيل ده، والباقي انا واخد منه حته، لما بضغط الحاجات اللي بالكامل جت معايا والحاجات اللي لمست منها حته جت معايا برضه. طيب هقول له سكيب، هسحب المره دي بقى من الشمال لليمين، تقريبا نفس منطقه الاختيارات، لما اضغط ما جاش معايا غير الحاجات اللي كانت بالكامل جوه، فبستخدم السحب من الشمال لليمين لما اكون بحب اطلع حد من وسط زحمه، انا عايز الدايرتين دول، اقوم ضاغط من هنا لهنا. انا خدت خطوط وحاجات كده بس ما جاتش معايا، خدت الدايرتين بس، طب عايزهم عاطل في باطل كله مع بعض، يلا اقوم ضاغط كده. خدت كميه اكبر. مهم قوي الضغط من اليمين والضغط من الشمال. الضغط من اليمين والشمال ده شغال معايا على طول. احيانا بستخدم امر والامر ده يطلب مني اختار اجزاء. يعني احنا عارفين ان انا عشان احذف شيء بعلم عليه واقول له ديليت. نعمل تراجع. في هنا امر اسمه ديليت، يعني اللي عايز يستخدمه يستخدمه، هو ملوش لازمه خالص يعني. الديليت ده اختصاره حرف الاي، حرف الاي، هقول له اي حتى اي اريز اي وانتر، فبيقول لي تحت رساله سيلكت اوبجكت، طالما انا شايف الرساله بتاعت سيلكت اوبجكت يبقى المؤشر على هيئه مربع، مطلوب منك دلوقتي تختار هتشتغل على ايه؟ هتمسح مين؟ هتنسخ مين؟ هتحرك مين؟ هتنقل مين؟ فممكن برضه اختار، اختار مثلا دول كده وبشيفت او مطلع الثلاث دوائر دول ما عادوش منقطين، وبعدين ادي له انتر من الامر ايه متنفذ، هقول له كنترول زد، هقول له اريز تاني. في المرحله دي بيقول لي اختار الاشكال ومش مديني هنا اختيارات، في اختيارات ما تبقاش باينه خصوصا مع امر زي الاريز ده،
في حاجه اسمها ويندو بوليجون، يعني حضرتك هترسم شكل مكسر وجواه الاشكال اللي انت مهتم بيها، اختصاره دبليو بي. خد بالكم الاختصار ده مهم جدا في الحتت الزحمه، دبليو بي يعني اثناء ما اشوف المربع كده ومطلوب مني ان انا اختار اكتب ويندو بوليجون، يعني نافذه مضلعه، واتك انتر ونعمل كليك 2 3 4 5 6 وهكذا، اروح للمناطق اللي انا عايزها. مثلا كليك واعمل انتر. خدوا بالكم ايه الحاجات اللي بتكمل جوه المستطيلين دول، ادي مستطيل ودي مستطيل وادي دايره وادي خطة، واقول له انتر، يبقى هي دي الاجزاء اللي انا اشتغلت عليها. وبعدين تابع تنفيذ الامر تاني كده اسكيب، هقول له اريز احذف، واقول له دبليو بي ويندو بوليجون، واقوم مختار ده وده وده كده، مختار المنطقه دي كده كده، يبقى الحاجات اللي بالكامل جوه المنطقه الزرقاء انا اخترتها. وبعدين اقول له انتر، يبقى انا خلصت مساله الاختيارات، يبقى هي دي الحاجات اللي كانت بالكامل جوه المنطقه الزرقاء. وبعدين نتابع الامر نقول مثلا انتر، فيقوم ايه حذف. في اختيار تاني برضو لما اقول له احذف، ماشي نبص كده لده، هقول له مثلا ويندو بوليجون، وبعدين اقوم واخد المنطقه دي كده اهو، وبعدين اقول له انتر، يبقى انا اخترت الحبه دول، واقوم ايه انتر، اقوم حذفهم كنترول زد. في اختيار تاني ان انا اخش الامر اللي عايزني اختار واقول له اف اف اف، ده اختصار فينس، يعني هنعمل خط، الخط ده هيقطع اشكال في الرسمه، الاشكال اللي تتقطع بالخط يبقى انا اخترتها، واقول له انتر، نرسم خط كده. خد بالكم كل الحاجات اللي الخط بتاعي عدى فيها انا كده اخترتها، ركزوا معايا بقى قبل ما اديله انتر، كل الحاجات اللي الخط بتاعي عدى فيها انا كده اخترتها، اقول له انتر. لاحظين ده بقى في وسط الزحمه الشديده بيبقى سهل قوي استخدامه. وبعدين اقول له انتر واقوم متابع الشغل بتاعي واعمل كنترول زد. جميل، من الحاجات اللي تساعدنا على الاختيار كويس اكون عامل زوم كويس. نرجع تاني لامر الزوم، زد انتر. في اختيارات احنا خدنا الاي يبقى بعمل زوم على كل الحاجات اللي في الرسمه، وبي عشان اعمل زوم على اخر اقلد اخر زوم كنت وصلت له، يعني اقول له مثلا بي، فده اخر زوم انا كنت مستخدمه، اقول له زد انتر بي انتر، ده الزوم اللي قبله، زد انتر بي انتر، ده الزوم اللي قبله، وهكذا. ممكن اقول له زد انتر او انتر، او يعني اوبجكت، فين اوبجكت يعني اشاور لك على اجسام معينه تعمل عليها زوم، واقول له انتر خلاص، واقول له مثلا اف انتر، واقوم ممشي الخط المكسر بتاعي في الحبه دول، يبقى الحاجات اللي انا عديت فيها دي هي بس اللي انا مهتم بيها، واقول له انتر انتر. فالانتر الاولانيه عشان اخلص مساله الاختيارات، والانتر الثانيه عشان امر الزوم. اذا يبقى انا في امر الزوم الحاجات اللي تهمني فيه زد انتر اي انتر علشان اعمل زوم على كل الرسم، زد انتر بي انتر عشان اعمل زوم حسب الزوم اخر زوم انا كنت استخدمته، اكرر اخر زوم استخدمته، زد انتر او انتر ان انا بعمل زوم على جسم معين، وزد انتر واعمل شباك كده بالفاره، زد انتر واعمل شباك، يبقى هي دي المنطقه اللي عايز اعمل فيها ايه زوم. قبل ما نسيب اوامر الاختيار في حاجه بس بسيطه باقيه، التمرين اللي احنا حليناه على الدرس اللي فات كان فيه غلطه، فالغلطه دي محتاجه ان احنا ايه نصلحها في الدرس ده. هنخش قائمه ابلكيشن، بيفكرني هنا مكتوب لي هنا ريسنت دوكيومنتس، يعني دي اخر الملفات اللي انت استخدمتها في الكمبيوتر ده، فهقول له انا عايز الدرس اللي اسمه لاين اونلي فينيش ده. كانت الغلطه بتاعتنا ان احنا قسنا ان ده نص وده كان نص بس عملناها 4 من 10. هاجي اقيس كده، ما علينا برضو من القياس، انتوا لسه مش مطالبين تعرفوا انا بقيس ازاي. الحته دي 4 من 10. معنى كده نعمل بقى ديليت، معنى كده ان الجزئيه دي كلها كده غلط، يعني كل الكتله اللي انا مختارها دي عايزه تيجي يمين 1 من 10 عشان يبقى الفراغ ده 5 من 10 بدل 4 من 10. طب نعمل ايه وانا احرك ده كله؟ قال لك انت ممكن تعمل حاجه ثانيه. في حاجه اسمها جروب في التبويب اللي هو بتاع الهوم ده، في حاجه اسمها جروب. فهم مختار الاشكال دي كلها سكيب اهو، واختار الاشكال دي من الشمال لليمين، لان انا لو اخترت من السكيب، لو اخترت من اليمين للشمال ده هيجي معايا وده صح، فانا عايز احرك الجزء ده بس. هختار من الشمال لليمين واقول له هنا جروب، اعملهم لي مجموعه واحده. فلما بيبقوا جروب واجي اتحرك قريب منهم كده كلهم بينوروا سوا، ولما اعمل كليك بيديني نقطه في النص وبيديني منطقه يعني غامقه شويه وخط رفيع غامق شويه حوالين المنطقه بتاعتي. ممكن هنا بقى ماسك النقطه اللي في النص دي موجهها في الاتجاه ده، انا مش عايز احركها 1.94، انا عايز احركها 1 من 10 بس.
وبعدين اقول له اسكيب، واقوم ماسك الخط ده واقوم ماسك النقطه دي مشبكها على النقطه دي، يبقى كده كل شيء تمام. طب لو انا عايز ارجع تاني بالمجموعه دي كل ضلع لوحده، نعلم عليه ونخش هنا نقول له ايه، الغي جروب، خلاص اصبح هنا كل واحد لوحده. طب دي معلومه جميله قوي. طب ازاي ارجع للملف اللي انا كنت فيه؟ دلوقتي في ملفين مفتوحين، فلما فتحنا ده الاولاني اختفى ورا منه. طب نفتحهم ازاي؟ في اسلوبين. الاسلوب الاولاني من قائمه من تبويب فيو، في حاجه اسمها ويندو، سويتش تو ويندو، هيطلع لي لسته لو ضغطت عليه، ايوه لسته اهي بالملفات المفتوحه دلوقتي. دلوقتي في ملفين مفتوحين وانت واقف في علامه الصح في الملف ده، ممكن نروح للملف التاني. وممكن لو انا خدت الملف ده صغرته او عملت له حجم متوسط او قفلته خالص، اللي وراه يبان. يعني لو صغرت ده كده اتصغر اهو، واللي ورا بان، او متك على عنوانه تكتين واحد اتنين. طب انا عايزهم يبانوا جنب بعض او فوق بعض، هنا بيبانوا فوق بعض. نرجع بس نكبر ده شويه وبعدين نضغط هنا، هنا تجانب افقي كده بيبانوا فوق بعض، ادي ملف وادي ملف، وهنا بيبانوا جنب بعض وهنا بيبانوا ورا بعض. وممكن طبعا نعمل ايه، نقف هنا كده في الملف ده ونقوم معلمين على المنطقه دي ونعمل كوبي، اضغط باليمين مثلا اقول له كوبي، ده شغل الويندوز العادي يعني، هقول له كوبي من جوه الكليب بورد، هقول له كوبي واجي هنا كده وكليك يمين واقول له كليب بورد واقول له ايه، بيست. في بيست بيلزقها لي مطرح ما انا عملت بيست، وفي بيست تو اوريجينال كوردينيت بيعمل لي بيست وفي نفس عدتها بالنسبه لمكانها الاولاني، فاقول له بيست عادي واعمل كليك هنا، خلاص بيست. طبعا هو الرسمه دي سكيلها اصغر كتير، الرسمه اللي على الشمال سكيلها اصغر كتير من الرسمه ايه اللي على اليمين. في اختيار تاني برضو انا بفضل الكيبورد على قد ما اقدر، في اختيار اسمه او اختصار اسمه كنترول تيب، كنترول مع التيب بتنقلني ما بين الرسومات المفتوحه دلوقتي. ركزوا كده، ده الملف اللي اسمه 2 لاين اونلي، ده الملف اللي اسمه 3 سيلكت تريم اوفست، عمال بعمل كنترول تيب ببدل ما بينهم. خلاص ده كده انا مش عايزه، اقوم ايه قافل من هنا، يقول لي اتخزن ولا لا، اقول له لا مش هخزن، ونرجع الملف الاصلي زد انتر اي انتر، بيعمل زوم على كل حاجه في الرسمه بتاعتي، ده ملوش لازمه كده، اقول له ايه ديليت كده. موضوع الاختيار وجروب والحاجات دي والزوم والكلام ده كله خلص. عايزين نخش بعد كده في حاجه اسمها الترم. الترم، الترم هو ان انا بشيل حته من الخط، حته من الخط. طب مثال كده، لو عملت خط هنا كده من النص ده للنص ده وانتر عشان اعمل خط تاني من النص للنص، ماشي، الخط ده كده هعتبره حد قاطع، والاجزاء اللي على يمينه دي مانيش عايزها، يعني كل خط من دول اتقسم اتنين لمرور الخط النقط جوه منه، جزء يمين وجزء شمال. فلو انا عايز امسح حته من الخط، يعني همسح من هنا لحد هنا بس، يبقى ترم. لو همسحه كله يبقى ديليت عادي، اسكيب. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ نخش الهوم، تبويب الهوم، ومن البانل بتاعه الموديفاي فينا حاجه اسمها ترم، اختصاره تي ار. هقول له تي ار، بيقول لي تي ار يعني ترم، هقول له انتر. فبيقول لي هنا سيلكت اوبجكت، فين الجسم؟ انه جسم اللي هيقطع. يعني انا مثلا عشان امسح الحته دي، امسح الحته ده اهي من اول هنا كده، نعمل زوم شويه من اول هنا لحد هنا، فهو ده الحد القاطع بتاعي، يعني هو ده، دي السكينه اللي هتعدي فتقسم لي الجسم نصين، فهرمي جسم، ارمي جزء واسيب جزء. فاقوم ضاغط على ده، فبيقول لي تحت وان فاوند، ضغطتك دي قالت لي ان في حاجه موجوده. طب في حد تاني يقطع؟ طب نكتفي بكده، هقول له انتر. انتر دي معناها ان انا اتنقلت من مرحله مين بيقطع لمرحله مين هينقطع. بيقول لك سيلكت اوبجكت، شايفين الرساله جنب المؤشر، سيلكت اوبجكت تو ترم، فين الجسم اللي انت عايز تشيل منه؟ هنختار الحته اللي ما احناش عايزينها، يعني اللي انت عايزه يسيبه ما تلمسوش، فانا مش عايز الحته دي، فاقوم عامل كليك هنا ومش عايز دي، كليك هنا ومش عايز دي، كليك هنا. مش شرط اقطعهم كلهم، بعد ما تخلص حضرتك تقول له سكيب تاني، هقول له ترم تي ار انتر. مين هيقطع الخطين دول؟ الخط ده والخط ده، الاجزاء الداخليه من الخطوط الصغيره دي مش عايزها، يعني مش عايز لا ده ولا عايز كل اللي جوه دول، هو مختار ده ومختار ده. هنا بقى انا اخترت اتنين، يعني الخطين دول هيسببوا لي قطع، ده اللي على شماله مش عايزه وده اللي على يمينه مش عايزه، واقول له انتر، واختار ده واختار ده واختار ده. وممكن طبعا اقول له ايه فينس، خد بالكم هنا واضحه بقى الفينس، او اقول له اف انتر واعمل خط كده. طب لو الخط بتاعي عدى في الدايره دي ولا تتاثر بحاجه، هو الحد القاطع عدى فيها ما عداش، هقول له انتر
ام قاطع. نقول له اسكيب. لو انا عايز ارجع في كلام اقول له كنترول زد او يو انتر، يو انتر الاثنين حاجه واحده. ماشي؟ طيب هقول له ثاني تريم، ثالث مره تريم، وهختار ده وده كده. كده بيقول لي اثنين توتال، اجمالي اللي اخترتهم اثنين، واقول له انتر، واقول له اف انا اختار بالفنس عن طريق خطي عدل في الاجزاء اللي انا مش عايزها، واختار ده كده مثلا انتر. يبقى انا كده نظفتهم، واقول له ايه اسكيب. في اختيارات بقى وانا شغال، هقول له كنترول زد، هقول له تريم تي ار انتر، واختار ده واختار ده وانتر. انا عايز امسح الحاجات اللي جوه بس اللي في الطرف دول ما يتمسحوش. فلو انا قلت له اف انتر وجيت مسحت كده، وانتر، انا كده شغال صح. طب انا غلطت وعملت هنا سحبه وقمت ماسح ده، طب انا غلطت هعمل ايه؟ لو حضرتك اتكيت اسكيب هتخرج من الامر، ولو عملت اندو لغي الامر كله. يعني لما اقول له اسكيب واقول له اندو او يو انتر بيرجع الامر كلته، بس الامر معظمه كان صح. فانا هقولها هعيدها له تاني، اقول له تي ار انتر، ده بيقطع وده بيقطع انتر، ودول اللي هنقطعوا. انا هنا غلطت، دي غلطه مثلا، يعني الحتتين اللي تحت دول مش عايزهم يتمسحوا. فهقول له ايه بقى؟ بقول لي هنا اندو، هقول له يو انتر او كنترول زد. لو انت عملت امر التراجع في وسط ما الامر شغال بيلغي لك اخر حته من الامر ده، انما لو خرجت من الامر بيلغي لك الامر كله. وماسحين ده كمان كده، ماسحين ده كده، ماشي، همسح ده كده. خدوا بالكم انا هختار، فالخط التحتاني انا خدت جزء اليمين، والخط الفوقاني خدت الجزء الشمال، ودي غلطه، فهعمل كنترول زد ومسح، وبعدين اقول له ايه اسكيب. خلاص ده امر الترم، ده له استخدامات كتيره جدا جدا جدا. طيب كنترول زد، هقول له تي ار انتر، بيقول لي تحت هنا سيلكت اوبجكت اور سيلكت اول. لو حضرتك ضغطت انتر يبقى انت تقبل الاختيار اللي ما بين علامه اكبر منه واصغر منه. لو انا دلوقتي ما اخترتش حد وقلت له انتر يبقى انا اعتبرت كل الاشكال بتقطع في بعضها. طب ده ميزه ولا عيب؟ هو في اوقات ميزه وفي اوقات عيب. في ناس بتستخدمه لانها مش عارفه مين هيقطع، فمش عارفه تختار مين، فبتقول اي لا انتر كله يقطع في بعضه وخلاص. ده بيسهل عليا، لما اجي اضغط هنا يعتبر ده قاطع له، ولما اجي اضغط هنا يعتبر ده قاطع له. بس في نفس الوقت لو جيت ضغطت هنا غلط بيعتبر الاثنين دول بيقطعوه، فهو اتقطع من هنا لهنا لان لقى سكينتين، اتقطع لحد السكينه دي واتقطع لحد السكينه دي، بعد السكينه اللي فوق وقبل السكينه اللي تحت، وما بيتقطعش. فده بيسهل على الاختيارات بس بيسيبنا غلط، فبلاش نستخدمه يا ريت، يعني بلاش الموضوع ده اهو. ماشي، وسكيب. لعب تاني، عندي ادي خط اللي انتر، ماشي، واعمل منه نسخه. انتوا مش مطالبين النسخه دي بتتعمل ازاي، وهقول له ادي لاين، واخد الخط ده مثلا من البروبرتس بتاعته، هفتح الليسته واختار له مثلا اللون الاحمر، واقول له اسكيب. الخط اللي بالعرض ده عايز امسحه لحد الخط الاحمر. لو قلت له تي ار انتر وما اخترتش حد، المفروض اختار الخط الاحمر بقى، ما اخترتش، قلت له انتر كله بيقطع يا عم. فلو جيت عملت هنا كليك، شال الحد هنا وعمل هنا كليك 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 كليك، ده هطلع روحي اسكيب كنترول زد. انما لو عملت تي ار انتر، انا عارف ان الجزء الشمال ده اللي انا عايز اشيله واسيب الجزء اليمين. طب مين الفاصل ما بين اليمين والشمال؟ الخط الاحمر، فاقوم اختار الخط الاحمر. شويه تفكير في الاول بيسهلوا عليا الشغل طول عمري، واقول له انتر واعمل كليك في اي حته هنا. على فكره حتى لو اخترت دول كده غلط، الخطوط الرأسيه دي مش هتتأثر لان الخط الاحمر ما قطعهاش، واعمل كليك. ده هيسهل عليا الشغل كتير. طيب اسكيب، مثال تاني، نمسح دول كده ديليت، ناخد ده نوصله لحد تحت، ناخد ده ديليت، ونمسح الحبة دول، ونعمل دايرة سي انتر هنا كده. بصوا بقى السيناريو اللي هيحصل دلوقتي، انا عايز هعمل هنا خط، وادي خط، وادي خط، بص بقى الخطين دول، ادي واحد وادي اتنين، والدايره هلونهم مثلا باللون الاحمر عشان انتوا تركزوا معايا. انا عايز الخطوط دي
تبقى موجودة ما بين الخطين الحمر بس، ماشي؟ على يمين الخط ده أو تحته والخط ده فوق، مش عايز خطوط خالص. هنعمل إيه؟ ومش عايز خطوط بره الدايرة. ركزوا معايا بقى، هقول له تي ار انتر. الخط ده هيقطع لأن الأجزاء الجزء ده والجزء ده والحاجات دي مش عايزهم، والخط ده كمان هيقطع ودايرة هتقطع لأن في حاجات خرجت بره الدايرة عايز تدخلها تاني. وأقول له انتر. أول ملحوظة، أي نعم الخط بيقطع، الدايرة بتقطع والخط بيقطع، إنما ممكن واحد فيهم يقطع في التاني، يعني لو ضغطت هنا الخط اتقطع. مع إنه حد قاطع إنما برضه اتأثر. زي ما يكون مثلا بالبلدي كده ده حرامي وده حرامي بس هما سرقوا بعض. فالدايرة أثرت على الخط برضه. وأقوم ضاغط هنا. وأقوم ضاغط هنا. طبعا ده مش هقدر أحذفه. لأنه الترم لازم يحذف حتة ويسيب حتة، هو أصلا ما عداش فيه. فده اتحذف بالديليت. وأحذف ده وده وده وده. وده واسال نفسي سؤال، الخطوط دي عايزه تتمد اعمل ايه؟ هنا بيقول لي شايفين الرساله سيلكت اوبجكت تو تريم، اختار الاشكال اللي انت عايز تتخلص منها، ماشي، اور شيفت سيلكت او اضغط شيفت، واثناء ما تضغط شيفت تبتدي اختار تو اكستند. فدلوقتي بضغط شيفت حاليا، انا ايدي الشمال على الشيفت ومش هسيب الشيفت لما اخلص. لو ضغطت هنا هيتمد، بس هيتمد للخط ولا للدايره ولا للاثنين؟ قال لك مطرح ما انت، نعمل زوم شويه كده، مطرح ما انت هتركز هيتمد. لو ضغطت هنا كده انا مركز كده ناحيه الدايره هيتمد ناحيه الدايره. لو ضغطت هنا هيتمد ناحيه الخط. طب لو ضغطت تاني يتمد ناحيه الخط اللي بعده. طب لو ضغطت تاني يتمد ناحيه الدايره. طب لو ضغطت كمان مش شيفت ما جراش حاجه، ما فيش امكانيه انه يتمد. طب انا اسيب ايدي، دلوقتي انا ايدي بره اهو، ايدي الشمال مش ضاغطه على الشيفت. خلاص؟ واقوم ضاغط هنا واقوم ضاغط هنا. يبقى انا بستخدم ده تاني شيفت، انا ضاغط حاليا الشيفت لتحت ومش هسيب ايدي لما اخلص. اقوم ضاغط ادي ضغطه وادي الثانيه واسيب ايدي واقوم منفض كمان. اقوم ايه ده عايز اتشال عادي، بس هنا مفيش حد عدى فيه. الخط ده قصير، الخط ده قصير. طيب نشيل دي، الخط ده قصير يعني تاثيره مش واصل للخط ده. يا سلام لو كان الخط ده طويل شويه. هتقول لي بسيطه، تك اسكيب، خد الخط مده وبعدين قص بيه وبعدين رجعه تاني. هقول لك لا، في حل جميل قوي. في وسط الاختيارات اللي تحت فينا حاجه اسمها الايدج، الايدج اللي هو الحدود القاطعه، احنا عندنا خطين ودايره. هتشتغل عليهم فعلا وعلى عليهم وامتدادهم. هل هم بس اللي ياثروا على الاشكال ولا هم بامتدادهم؟ فهنا اختصار كلمه ايدج حرف الاي كابيتال. بص كده هقول له اي انتر، يبقى انا بغير من اسلوب شغل الامر وانا شغال في وسط الامر. حاليا بيقول لي انه اكستند، مفيش مد للخط، يعني زي ما انت شايف الخط بيأثر، حته ما فيهاش خط ما فيهاش تأثير. هقول له اكستند. اكستند هو ما بيمدش الخط بس بيعتبره كأنه ممدود، يعني هو له تأثير بس هو من حيث الرؤية واقف لحد هنا، إنما من حيث التأثير كأنه مكمل. هقول له اكستند. وبعدين نعمل إيه بقى؟ أقوم ضاغط على ده فتقص. إشمعنى تقص هنا؟ ده كأنه مكمل فهيقطعه هنا. نفس القصة بالظبط، أضغط شيفت وأقوم ضاغط هنا فبيكمل لحد الدايرة. وبرضه وأنا ضاغط شيفت أضغط هنا. انا دلوقتي مره استخدمه من غير شيفت يبقى انا بقص، ومره استخدمه بالشيفت يبقى انا ايه، بمد. فانا مش شرط اخلص القص كله وبعدين امد، لا عادي ممكن اقص وامد وامد واقص وهكذا. الفيصل بس انت ضغطت شيفت ولا لا، استخدم بقى بالترتيب اللي يعجبك. فبالتالي وانا بختار الاشكال في الاول خالص في اي شكل انا هستخدمه للقص او هستخدمه للمد او للاثنين بختاره. نرجع تاني بقى نكمل، ومختار ده بالشيفت، وممكن طبعا اعمل شباك على دول واعمل شباك على دول، شباك على الخط التحتاني، وشباك هنا، وشباك هنا. أنا كده عملت غلطة، ماشي. كنترول زد. واحد هنا. استبينا؟ طب أنا مش عايز الحاجات اللي في الدوائر. ما ينفعش بقى، لأن الدوائر أنت ما اخترتهاش من الأول. واخدين بالكم؟ أنا الدوائر دي ما اخترتهاش من الأول. طب في وسط ما أنا بعمل ترم عايز أحذف. طبعًا هو المفروض أخلص وبعدين أحذف. طب أنا ليه مزاج أحذف دلوقتي؟ في أمر اسمه إيريز حذف، وده استخدامه قليل جدًا يعني. إيريز. هتك حرف ايه بقى؟ ها؟ الاي ولا الار؟ ايه الكابيتال؟ الار، لان الاي محجوز لكلمه ايدج. هقول له ار انتر، اللي هتتك عليه دلوقتي هيطير، ده وده وده والدايره دي انتر. وانت لسه برضه في امر الترم، اشتغل الترم زي ما انت عايز. ونقول له اسكيب. فامر الترم ده امر مهم جدا، وامر الترم زي ما قلنا مع الشيفت بيخليني اعمل امر عكس اللي هو المد، بيسموه اكستند. الامر ده في حد ذاته برضه موجود، لاحظ هنا في سهل.
لو ضغطنا على السهم يقول لي انت عايز تعمل ترم، ملاحظين يعني خط ماشي في امان الله، في خط تاني قطعه فحذف منه حته. ده العكس، خط ماشي وهو قصير في خط تاني قدام منه قام مده. فانا بدل ما استخدم الترم واخرج منه واستخدم الاكستند واخرج منه وارجع للترم وهكذا، لا بستخدم ترم وخلاص، وبالشيفت بعكس استخدامه بدل ترم يبقى اكستند. يعني الامر ده مش عايزكم تستخدموه خالص، لان استخدامه معنى كده ان انا ايه بستخدم الامر ده لوحده والامر ده لوحده. ليه استخدم امرين لما ممكن امر واحد مع تعديل بسيط اللي هو الشيفت يعمل لي كل الشغل بتاعي؟ امر الترم ده امر مهم جدا 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 جدا. طيب نيجي للجزء الاخير بتاع المحاضره بتاعتنا اللي هو امر الاوفست، الموازاه. اوقات كتير جدا بحب اعمل موازيات. على سبيل المثال مثلا عايز اعمل موازي للخط ده في اتجاه اليمين، فامر الموازاه اللي هو الاوفست اختصاره او انتر. ماشي، او انتر. فبيقول لي سبيسيفاي اوفست ديستانت، مسافه الاوفست قد ايه؟ عندي ثلاث اساليب بحدد بيهم مسافه الموازاه. اول اسلوب بكتب هقول له مثلا مسافه الموازاه ب 155 و35%، انتر. بعد كده بيقول لي سيلكت اوبجكت اوفست، فين الجسم اللي عايز توازيه؟ ما ينفعش اختار اكتر من جسم، هو حاجه واحده يا خط يا قوس. هو مختار ده مثلا، وبعد ما اختاره بيقول لي اضغط على احدى الجانبين، سبيسيفاي بوينت اون سايد، يعني اضغط في اي نقطه على جنب من الجنبين. يعني اي نقطه كده يبقى النسخه تبقى هتيجي يمين، اي نقطه كده النسخه تيجي شمال، او اضغط هنا كده يبقى المسافه دي كده 150. الامر لسه شغال معايا، ممكن اخد ده اعمل له موازي واخد ده اعمل له موازي. طبعا هو واضح بستخدمه في السلالم وجدران. ممكن اخد مثلا الدايره دي اعمل لها موازي لبره او موازي لجوه، واخد مثلا المستطيل ده. خدوا بالكم بقى لما يكون المستطيل هنا كل خط لوحده، كل خط محتاج موازاه لوحده. ماشي، انما لما يكون المستطيل متحد مع بعضه زي ده كده مثلا، اعلم عليه واختار له جنب اهو، يكون اسهل. فده احدى الفروق، ان انا هرسم الاجزاء كل ضلع فيها مستقل بذاته ولا متحدين مع بعض. وبعدين بعد ما اخلص خلاص اقول له سكيب. طبعا برضو ممكن اقول له كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد، عمال بلغي التعديلات اللي انا عملتها اهو حته حته، لان انا لو خرجت من الامر بالسكيب وعملت كنترول زد بلغي كل حاجه. نفس الاسلوب اللي خدناه في امر الترم من شويه. طيب ده اسلوب. في اسلوب تاني ان انا اقول له اوفست او انتر، خلاص انا عايز اوفست على قد نص قطر الدايره دي، بسيطه قوي. هو الدايره دي نص قطرها كام؟ ما تعلمناش ازاي نقيس، وما يهمنيش ان انا اقيس. لو انا عملت كليكتين هو بيقيس ما بين الكليكتين ايه؟ هو دلوقتي الصليبه مستنياني بيقول لي حدد المسافه. فبقوم واقف هنا وعامل كليك مثلا من المركز للنقطه دي. هو واضح هنا بالمؤشر ان هم 214، انا ما يهمنيش حتى لو ما خدتش بالهم مكان. فانا عملت كليك هنا وكليك هنا، هو لاني ما اديتلوش رقم وعملت كليكتين هو قاس وعرف الرقم بكام، واقوم عامل الموازي. وبعدين اقول له سكيل. طيب انا عايز احرك الخط ده برضو بنص قطر الدايره دي، هقول له او انتر. ماشي، واقوم عامل كليك هنا وكليك هنا، وبعدين اقوم اختار خط زيحه شمال، وبعدين مختار خط زيحه يمين، ومختار خط دي عامل موازي وهكذا. طيب انا عايز اعمل موازي للخط ده، هقول له او انتر. بصوا بقى المسافه ما انا مش عارفها عشان اكتبها، وما عنديش حد اقدر اقيسه، يعني ما عنديش نقطتين اقدر اعمل عليهم كليكين كده عشان هو يشوف المسافه بكام، لكن اخر مسافه مناسبه فهقول له انتر. ما احنا اتفقنا انتر يعني انا قابل لما بين الاقواس، خلاص خش يا عم اشتغل على طول اهو. تاني كده سكيب كنترول زد، هقول له او انتر. انتر او انتر يعني نفس حرف الاو اللي هو الاوفست، الانتر الثاني يعني انا قابل المسافه دي ونبتدي نشتغل عادي خلاص. وبعدين اقول له ايه اسكيب. طيب في اسلوب تاني ان انا احدد له المسافه، ادي مثلا لاين اهو، انا عايز اعمل موازي لده يعدي في النقطه دي، فالمفروض اقيس المسافه دي قد ايه؟ يعني اقول له او انتر واقيس من هنا لحد هنا. بس خدوا بالكم عمودي، ارجعوا للدرس الدرس الاولاني عشان تعرفوا حته السناب دي بتتم ازاي. واعمل كليك واقيس المسافه قد ايه، واقوم عامل كليك من هنا اعلم على ده وزي حشمال عدى في النقطه واقول له سكيب. في اسلوب اسهل شويه ان انا اقول له ايه او انتر واقول له ثرو. ثرو يعني في نقطه انت لازم تعدي فيها اللي هو حرف التي، تي كابيتال اهو تي انتر. فبيقول لي هنا ايه اختار الجسم اللي هتعمل له اوفست. هنا العكس بقى، مش بحدد المسافة وبعدين اختار الجسم، لا بختار الجسم الاول. ادي الجسم. طيب بعد كده بيقول لي ايه
سبيسيفاي ثرو بوينت، فين النقطه اللي انت عايز تمشي في خلالها او النقطه دي، فمعمل لي موازي لده يعدي في النقطه دي. وخلصنا على كده بالامر. امر الاوفست والترم بستخدمهم كتير قوي. اسكيب، لو انا عندي خط كده زاويه مثلا، اسكيب وانتر، عايز اعمل لها موازي، هقول له او انتر واعمل كليك من هنا لهنا، هي دي المسافه اللي انا عايزها تبقى مسافه الموازاه، واخد ده اكبره واخد ده اكبره. طب ما هو الاثنين دول ما تمدوش، هضطر اقول له اسكيب وبعدين اقول له تي ار انتر واختار الشكلين دول. طب انا اخترت الاثنين اللي جوه، يعني انا محتاج اختار ده وده، اخترت دول كمان، خلاص مش مشكله، مش هيفرق معاك في حاجه. وبعدين بالشيفت اضغط هنا. طب ما بيتمدش ليه؟ اسف انا ما قلتلوش انتر. وبعدين بالشيفت اضغط هنا، اتمد. ليه اتمد؟ لان انا لما اقول له حرف الاي الايدج واقول له انتر، اخر مره المثال اللي شارحينه من شويه كنت بعمل اكستند، ما انا من شويه استخدمت امر التريم وقلت له اعتبر الخطوط ممتده، فبرضه هو شغال بنفس المبدا طالما ما خرجتش من الملف، عشان كده هو اشتغل معايا على طول. واقوم مدد دي تاني اي انتر، اقول له ايه اكستند، وبشيفت او مدد ده مش شغال. تاب اسكيب تي ار كنترول زد تي ار انتر، وماسك ده وماسك ده انتر، وبشيفت واخد ده وبشيفت واخد ده، وبعدين اقول له اسكيب. اوقات كتيره جدا ممكن اشتغل باسلوب اذكى شويه يوفر لي مساله الترم اللي بعد الاوفست دي. يعني مثلا بدل ما اعمل 4 لاين اعمل مستطيل، فالمستطيل ده لما بعمله واعمل له اوفست ماشي، واحدد مسافه الاوفست اهي واجي اعمل له اوفست، فهو الاضلاع من الاول اللي كانت مرتبطه مع بعضها لما بعملها موازاه بتطلع كلها مع بعضها مره واحده، ما بحتاجش اضغط 4 ضغطات، وما بحتاجش اعمل الاكستندات دي ان انا امد الخطوط عشان تتلاقى. برضه هي في حاجه اسمها البولي لاين هنتكلم عليه بعدين، هو عباره عن خط عادي خالص لكن هو خط مرتبط ببعض. اقول له اسكيب، لما اقف على ضلع منه الاضلاع كلها متحده مع بعضها. لما اقول له اوفست اوكي انا قابل ال 254 الاخرانيه دي، اقول له انتر واجي اعمل موازاه لاي واحد كلهم بيتوازوا مع بعض، فده بيسهل الشغل كتير. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا خدنا في درس النهارده ازاي نختار واساليب الاختيار المختلفه، ازاي نعمل اصل جزء من الاشكال بتاعنا، ازاي نعمل موازيات. الثلاث حاجات اللي خدناهم النهارده مع الثلاث حاجات اللي خدناهم قبل كده في الدرس اللي فات اللي هم السناب والبولر والحاجات اللي تحت دي مع اللاين مع السيركل، يخلوك ترسم اي حاجه. معدل انتاجك هيكون بطيء، بس انا عايز الواحد يشغل مخه، عشان كده انا هدي كميه تمارين كبيره جدا على الدرس ده. طبعا انا لو استنيت درس او اتنين هناخد اوامر تسهل الشغل جدا، لكن الدرس اللي جاي ده او التمارين اللي على الدرس اللي احنا فيه ده مهم قوي، لان هي بنعملها في ظل ان احنا مش واخدين اوامر كتير، فبتجبرنا ان احنا نشغل مخنا قوي. وكده يكون انتهى الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.